أكثر من 20 طالباً في عمارات المعهد التقني الموجود بوسط ميسان يتسممون بسبب أقراص على شكل كاكاو وزعت عليهم. تعالوا نتابع. في المقطع القادم نشاهد الطلبة وهم يتلقون العلاج اللازم بعد إصابتهم بحالة تسمم نتيجة تناولهم لأقراص أدوية منتهية الصلاحية كانت ملقاة بجانب المدرسة، وقام أحد الطلبة بتوزيعها على الطلاب على أنها حلوى الكاكاو. ها؟